السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم مرة تانية في كورس سي سي ام بي، كورس سويتشنج سي سي ام بي تراك 315 على اليوتيوب شانل بتاعتنا محمد سمير يوتيوب شانل. المرة اللي فاتت قلنا تقديم سريع جدا للكورس او ايه خطتنا المرة دي. المرة دي هنبدأ ان شاء الله بداية قوية بأول كورس سويتشنج. هناخد ان شاء الله اول شابتر فيه، بل هو من اهم الشباتر اللي موجودة في الكورس كله، فعايزين تبقوا مصحصحين معانا. احنا كنا متفقين ان احنا مش هتبقى فيه سلايدز خالص، بس انتوا صعبتوا عليا فاحنا هنبقى فيه سلايدز. عايزك تركز، مش عايزك تكتب الكلام اللي موجود في السلايدز، لان انا هرفع لك وتلاقي الرابط بتاع السلايدز دوت تحت الفيديو، ممكن تبقى تبص عليه. لكن الرسومات بس هنقعد نرسم بالماوس بان، في الرسومات هنبقى فري شوية، لكن هتلاقي جزء انا تقريبا ملخص لك الشابتر، عايزك تراجع بس، تاخدهم تطبعهم مثلا او تحطهم تقعد تقراهم من البرزنتيشن، يبقى هو ملخص للشابتر دوت. لو انت معاك 23 برزنتيشنز دول هيبقوا ان شاء الله ملخص للكورس كله. احنا معتمدين في كورس سويتشنج على الاوفيشال الاوفيشال بوك بتاع ساسكو، واعتقد ان هو ممكن تقدر توصل له بسهولة. احنا الكتاب عبارة عن 23 شابتر ومتقسم الى 7 اجزاء، كل جزء او 7 بارتس، كل بارت في مجموعة شابتر. يعني بارت 1 ديزايننج كامبس نتورك دوت فيه 3 شابتر مثلا، وهكذا. احنا بعد كده هنعمل بيلدينج كامبس نتورك، working with redundant links, multi-layer switching, monitoring campus network, implementing high availability, securing switched networks. هنبدأ واحدة واحدة في أول جزء designing campus network. تعالوا نيجي للجزء الفري بتاعنا. ناخد واحدة جديدة خالص. احنا ليه هنبدأ ديزايننج نتورك؟ احنا ابتدأنا خالص البداية بتاعتنا في ان احنا كان عندنا تشيرد ميديا. التشيرد ميديا ديت فيها مجموعة بي سيز، وكنا بنقول لو الناس بقى تفتكر في سي سي ان ايه، ان لو الاتنين دول بعتوا في نفس الوقت بيحصل هنا كوليجن، وده بدأ يوصلنا الا ان احنا بقى عندنا نجيب سويتش، والسويتش دوت لو اي بيكلم بي عمر ما الترافيك دوت بيوصل لسي خالص. بقى عندنا بقى مشكلة ان احنا في كورس سي سي ان اي كنا دايما بنتكلم على سويتش او تو سويتشز او ثري سويتشز، لكن الحياة العملية هتتطلب ان احنا يبقى عندنا مجموعة سويتشات كبيرة جدا، مع ان احنا زي ما كنا بنشوف في السي سي ان اي في الاول ان ممكن يحصل لوب. الموضوع لما السويتشات بتكتر بيبقى صعب جدا، وزي ما قلت ان الغلطه في السويتشنج بورت بالذات في جزء السويتشنج ديت، يمكن لو انت غلطت في روت ممكن تعمل راوتنج لوبس دوت، يعني في سبنت مش عارفين نوصل لها، لكن الغلطه في السويتشنج دي ممكن بتدمر سايت بحاله. فهنبدا نوصل السويتشات دي ببعض ازاي. هتلاقي المشكلة الكبيرة بقى اللي منتشرة جدا، ان انت تلاقي ان الناس بتوصل مجموعة النتورك عندها والاجهزة بتاعتها على سويتش، وبعد كده سويتش ده يخلص فياخد سويتش تاني واكستند ليه ويبدأ يوصل بي سويتشز، وبعد كده السويتش ده يخلص فياخد فرع منه ويعمل سويتش ويوصل فيه مجموعة ناس، هوب ده يخلص فياخد فرع تانية ويعملوا سويتش ويوصل فيه مجموعة بي سيز وهكذا. مشكلة الديزاين ده انه لو حصل هنا كت، ان الكابل دوت وقع، الكابل دوت وقع ده وارد قد ايه؟ لا ده عادي جدا، يعني ديت مش حاجة صعبة، دي حاجة عادية جدا. الكابل دوت لو اتقطع كده كل الناس ديت بوم ايزوليتد،
ده اللي بيسميه علشان اللي عمل implementing the solution دوت ما كانش عنده designer، ما كانش يعرف اي حاجه في الديزاين، فهو اللي سبب لنا وهو اللي وقع لنا المشكله اللي احنا واقعين فيها ديت. فاحنا عايزين نبدا ننظم ازاي نبيلد نتورك، ازاي يكون عندك فكر ان انت بتبيلد نتورك. فمش عايزك تيجي تقول زي ما ناس كتير قوي انا كنت بفكر سمعت انستراكتور قبل كده كان بيجي يتكلم في الجزء اللي في الاول فبيقول معلش احنا عندنا كام شابتر داش وبعد كده هنخش في الموضوع. لا 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 ده مش داش، ده زي ما بقول لك ده اهم يمكن من الكورس كله، ازاي ان انت تعرف تعمل نتورك، النتورك بتاعتك ديت تكون بتحقق كل الحاجات، ما يبقاش مشكله زي كده ان كابل واحد يتقطع نص النتورك بتاعتك تنفصل، ما يبقاش مشكله ان السويتشات لما تكتر جدا يبدا ممكن يحصل عندك لوب فالدنيا كلها تضيع، ما يبقاش ان انت بتحط الترافيك بتاعك كله بتحط بتحط الفويس وسط الداتا وسط الترافيك المهم اللي هو هاي باندويتس مع اللو باندويتس مع بلا بلا بلا، ما انتش مفرق ما بينهم خالص. ليه؟ لان انت ما درستش ديزاين. فاحنا هنا عايزين نشوف احنا عايزين ندرس ديزاين ليه، ازاي، ايه هو الاسلوب اللي سيسكو بتقدمه لك وهو اسلوب ناجح جدا، وازاي نقدر نستفيد من الاسلوب دوت في ان احنا نبيلد نتورك. تعالوا نرجع مرة تانية للكورس. خليكم معايا ثانية واحدة. نأسف للعطل الفني. طيب ازاي نبدأ نعمل Predictable Network Model should offer low maintenance and high availability. النتورك اللي احنا متوقعينها منك لازم تقدم لك حاجتين، low maintenance يعني مش كل شوية تبدا النتورك بتاعتك يحصل فيها مشاكل، او ما يحصلش زي ما حصل واحنا ورينا في الرسمه من شويه ان اي كابل يقطع النتورك كلها بيحصل عندها دمار. هاي افيلابيلتي ان هي تبدا موجوده على طول. You should scale the network to easily support future expansions and upgrade. لازم تبدا تسكيل النتورك بتاعتك ان هي تبدا تكبر بسهوله. Efficiently connecting user with resources they need regardless of location. Cisco has refined a hierarchical approach to network design to be efficient, intelligent, scalable, and easily managed. ايه بقى الكلام الغريب اللي بيتقال دوت؟ تعالى نعمل صفحة جديدة. هو بنقول اول حاجة خالص ان انت لازم يكون عندك high availability. يعني ايه high availability؟ يعني ببساطة جدا يعني يعني ايه بقى هاي افيلابيليتي؟ هاي افيلابيليتي ان النتورك بتاعتك تكون موجودة في اكبر وقت ممكن. لو احنا قلنا ان حصل فيلير هنا في الدنيا دي كلها isolated، ده مش اسمه high availability. هاي availability ان مهما حصل failure هنا او ان السويتش ده كله
حصل فيه فيلير ايه النتورك تكون شغالة. ازاي هو دوت الابروش اللي احنا عايزين نشوفه. لو مينتنس ان انت ما يحصلش مع كل مشكلة يكون فيه افكتنج، على قد ما تقدر ما يكونش فيه مشاكل موجودة، وده بيحتاج ان يكون الديزاين بتاعك كويس. لازم ان هي تسبورت الفيوتشر اكسبانشن، يعني ما ينفعش ان انت معتمد ان انت عندك سويتش كده وصلت هو 24 بورت فوصلت 23 بورت وخدت بورت واحد تاني وصلته هنا على سويتش وبعد كده خدت وصلت هنا هوت على سويتش، فيجي لك في الشغل بتاعك مره واحده ان احنا عايزين نوصل سيرفيس جديده تقول لهم لا يا جماعه اصلا انا ما كنتش عامل حسابي، طب ممكن نكبر، لا اصل هي الدنيا كده باظت خالص، اصل مش هينفع. لا، المفروض وانت بتبيلد النتورك بتاعتك تكون عندك فيوتشر اكسبانشنز، عامل حسابك ان النتورك بتاعتك ديت اكيد بتكبر. طبعا لازم يكون في efficiently connecting user with resources they need. لازم تعرف توصل لكل الناس، كل اليوزرز اللي عندك whatever كان اللوكيشنز بتاعهم ايه، whatever الترافيك بتاعهم كان ايه. فما ينفعش تقول لا والله اصلا هسبورت دوت، وده طبعا الناس اللي بتشتغل براكتيكالي عارف الموضوع ده كويس جدا، يعني ما ينفعش تيجي سيرفيس تقول لا والله اصلا انا مش الترافيك دوت يعني مش لادد عليا ولا حاجه. فلازم توصل لكل اليوزرز whatever اليوزر دول كانوا فين، whatever الترافيك بتاعهم ده كان ايه. سيسكو بتقول ان هي احسن حاجة تعرف توصل لك الدنيا دي كلها ايه، الهيراركر ابروش. ايه بقى الهيراركر ابروش ده؟ تعالوا ناخد صفحة جديدة برضو تاني. الهيراركر ابروش ده ببساطة جدا ان هو بيقول لك ان انت بتقسم الدنيا تقسم الترافيك بتاعك لتلات اجزاء، جزء اسمه الاكسس لير، جزء تاني اسمه استريبيوشن لير، والجزء الاخير بنسميه الكور لاير. طبعا مش لازم يكون على السويتشات ديت اي لاير من اللايرز ديت، ممكن يكون اكبر بكتير. هو احنا ليه بنقسم الكلام دوت؟ اول حاجه علشان نقدر نفوفيل كل اللي احنا بنقوله دوت. ببساطه جدا ان لو الدنيا ديت وقعت فالاكسس بيبقى مربوط بالديستريبيوشنز اللي هم بيبقوا على الاقل اتنين، فلو حصل فيلير في اي كيبل او حصل فيلير ايفن في اي سويتش فالدنيا بتوصل. تاني حاجة ان في نظام، مش اي سويتش وصل على سويتش، انت عندك اكسس لاير فيها سويتشات، السويتشات دي بتتجمع على سويتشات اكبر اسمها الديستريبيوشن لاير، والسويتشات الاكبر دي بتوصل لحاجة اسمها الكور لاير اكبر منها، اكبر من الاتنين دول. رابع حاجة دي حاجة هتلاقيها في الشغل وهنبدأ نتكلم عليها، الكور لاير ديت في الغالب بيبقى ده الراوتر الكبير او التو، بيبقى عندنا تو راوترز. التو راوترز دول هما اللي شايلين السايت كله، فيهم ريدنسي عالية جدا، فهو في مثلا دول باور سبلاي، اتنين باور سبلاي، علشان هنيجي نلاقي ان لو ده السويتش دوت ليه باور اي وباور بي، موصل دوت على فرع الكهرباء وده على فرع الكهرباء تاني، عشان حتى لو حصل عندك فيلير في الكهرباء تقدر توصل بيه. هيبدا بيبقى في حاجه اسمها مثلا كود بروسيسور، لو قلنا ان ده سويتش كبير جدا زي مثلا ال 6500 سويتش سيريز، فهيبقى الاثنين دول اسمهم الروت بروسيسور. الروت بروسيسور دوت زي المخ اللي بيبقى فيه كل الحسابات بتاعته، وبيبقى فيه هنا كروت، كل كارت بيبقى فيه مثلا 48 بورت.
صحيح ان هو في دول باور سبلاي في 2 نود بروسيسور، ليه 2 نود بروسيسور؟ علشان لو واحد وقع يسويتش على التاني بس من غير ما امباكت الترافيك. هو عامل ريدانسي عاليه جدا، بس في نفس الوقت ان البورت هنا غاليه قوي، السويتش ده غالي جدا بالنسبه لسويتش الاكسس. يعني لو احنا قلنا ان دوت مثلا سيريز بتاع 2960 وده ان احنا قلنا دوت سيريز 6500 او 7600، او لو بنتكلم في نكسس، فالسويتشات ديت بالنسبه للسويتشات دي غاليه جدا جدا. تاني حاجه بتاخد مكان كبير، لان علشان يبقى سويتش كور سويتش دوت بيبقى ليه الباور الخاص بيه، بيبقى ليه حتى طريقه الاير فلو بتاعه، طريقه التهويه والهواء بيخش له من فين وبيطلع له من فين، قصه كبيره جدا عشان هو شاسيه كبير، هو تقريبا بياخد نص راك. تمام، غير ان دوت مثلا في الحياه العمليه هتعرف ان دوت بياخد مثلا 1 يو ديت اللي هي راك يونت، يعني بياخد حاجه صغيره جدا في الراك. فالبورت هنا رخيصة قوي، البورت هنا غالية، فمش مش مفترض ان انت تجمع الناس كلهم هنا على الكور لير بتاعتك. فانت في الغالب هتجيب كام كور لير؟ في الغالب هتجيب 2، بس انا كنت ضارب اكزامبل ان في كور لير. وبتبدأ تشوف اكتر من ديستريبيوشنز. الديستريبيوشن ده طبعا احنا بنقول ان هو ديستريبيوشن اللي هم عدوا 2000 يوزر، فلازم يبقى فيه اكتر من 2 في الديستريبيوشن لاير، يعني كل 2 اللي هم 2 ريدندنت لبعضيهم اخرهم 2000، وبعد كده تبدا تفتح بلوك تاني. طب هم لو اقل من 2000 محتاج اعمل كور؟ لا، مش شرط تعمل كور، يعني واحنا مش ملتزمين بان احنا لازم يبقى عندنا اكسس وبعد كده. واحد عنده 20 يوزر فهيعمل لهم اكسس وديستريبيوشن وكور، ده يحطهم على سويتش ويحمد ربنا قوي كده يعني. ف ده ابروش، وتعالوا نبدا نشوف ايه مميزاته وايه خواص بقى كل واحد من دول. زي ما انا كنت بقول لك، خلي بالك ان الاكسس دوت في بورتات كتير قوي، بورتس في رخيصه. يعني لو احنا قلنا مثلا ده مثلا لا ادي اي مثلا لو احنا قلنا ان ده ب $2000 وده ب $200,000 مثلا، يعني فده بيعتبر كميه ضعف من ده. فالبورت اللي هنا فيزيكال بورت اللي هنا ارخص بكتير جدا من فيزيكال بورت اللي هنا. انا محتاج في الاكسس ان هو يكون فيه بورتس كتير جدا وهو لو كوست، الكوست بتاعه صغير. هنبدا نشوف مميزاته تاني. اما هنا انا محتاج ان دوت هيكون فيه الراوتينج فانكشناليتي، لان هو اللي ماسك السايت كله زي ما احنا شايفين هنا، ده هو اللي ماسك السايت، فلازم يكون فيه هو اللي بيعرف يعمل روتينج ما بينهم وبين الدنيا كلها، وهيبدا يتعامل مع النتورك بره. دوت لازم يكون بيسبورت على الاقل الراوتينج بتوين فيلانز. فهنبدا نشوف بقى ايه الفرق ما بين الاكسس والكور والاكسس والديستريبيوشن والكور. احنا لسه موجودين في الهيراركا ديزاين، فبنقول اول حاجه الاكسس. الاكسس موجوده فين؟ عند الاند يوزر. الاند يوزر ديت اللي هي البريدتور بتاعتك، البي سي بتاعك، السيرفرات اللي موجوده عندك. يوجوالي بروفايد لاير 2 فيلان كونكتيفيتي بتوين يوزرز. الفايده بتاعتها ان هي المفروض تستخدم تديك انترفيس يخش في فيلان. ايه مميزاتها؟ اول حاجه ان هي لو كوست بير سويتش بورت. زي ما احنا قلنا ان لو دوت ب 2 كي دولار ودوت ب 200 كي، ب 200,000 يعني، ده ب 2000 وده ب 200,000، لو جيت تقول ان دوت فيه 4 × 48 بورت وده فيه 48 بورت، وده مش 4 هو ده 8، هتلاقي ان البورت هنا ارخص بكتير قوي من البورت هنا. فانت لو عندك، عشان كده احنا بنقول ان احنا هنوصله فين؟ في الاند يوزر.
هنا في بورت كاباسيتي عالية قوي في الاكسس لاير لان سعر البورت فيها رخيص. تاني حاجة هاي بورت دينستي، سعر البورت رخيص فانت تقدر تجيب بورتات فيهم. اسكيلابل ابلينك تو هاير لاير، الاكسس لاير ديت لو احنا قلنا ان انت عندك سويتش، السويتش دوت 48 بورت، المفروض السويتش دوت يكون ليه ابلينك اللي هو هيوصل للديستريبيوشن لاير. الابلينك دوت ممكن يكون 10 جيج، ممكن يكون 1 جيج، على حسب الترافيك اللي عندك. يعني انت ما انتش ملزم ان انت تابلينك يبقى ابلينك ب 1 جيج، يعني ممكن اطلع ب 1 جيج، ممكن اطلع ب 2 جيج، ممكن اطلع ب 2 1 جيج واعملهم بورت شانل زي ما هنبدا نشوف في الكورس قدام. المهم ان هو لازم يكون ليه ابلينك. هاي افيلابيلتي ان هو يكون الافيلابيلتي بتاعته بتبقى عاليه. ability to cover network services، مفروض ان هو بيسبورت الداتا والفويس والفيديو. ده هتحتاج الموضوع دوت امتى؟ ان انا وانا بشتري سويتشز هتلاقي ان انت عندك سويتش مثلا 2960 اللي هو اشهر سويتش في الاكسس يعني، وفي واحد تاني 2990 بي او اي. بي او اي ديت اللي هي باور اوفر ايثرنت، باور اوفر ايثرنت. فانتوا ما تخافوش، انتوا لما تاخدوا السلايدز مش هيبقى فيها الشخبطه دي. باور اوفر ايثرنت ان انت بتقدر بتدي البورت داتا وبتدي عليها فويس. الكلام دوت لو انت هتوصل اي بي فون، لو انا مش هوصل اي بي فون يبقى انا مش محتاج دوت. طب ما خلاص ما نجيب باور اوفر ايثرنت لكل السويتشات وخلاص. انت كده بتشتري فيتشر انت مش عايزها. معنى ان انت تشتري فيتشرز ان انت مش عايزها ان انت بتعلي الكوس بتاع السويتش بحاجه انت مش محتاجها. زي ما احنا بنقول يا باشمهندسين، انت عشان تكون مهندس ناجح فينفعش تروح تشتري تقول انا هوصل على الكور الاند يوزر. ليه؟ لان البورت على الكور غاليه، فمش معقول انت تيجي على الكور وتضيع البورتات بتاعته للناس الاند يوزر. تاني حاجه ال 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 الكور اكسس هو كلهم كام؟ 4 في 48 بورت او 5 او 6 او 8 في 48 بورت لو انت هتخلص البورتات كلها. لكن انت ممكن تابلينك 50 سويتش 20 سويتش تبدا تطلعهم هيراركي لحد لما توصل للكور. فانت عندك بورت دينستي عاليه جدا. ما ينفعش بقى تيجي تقول ان الكور هوصل عليه الدنيا. هو مش هينفع يستخدم اكسس، بس انت كده بتوسع الفلوس بتاعت الشركه بتاعتك. طيب احنا قلنا الاكسس المفروض ان هو من مميزاته ان هو الكوست بتاعته قليله، الدنسي بتاعت البورتات كبيره، سكيلابل ابلينك تو هاي لاير لازم يكون عنده سكيلابل. يعني لو احنا قلنا ان الترافيك بتاع السويتش دوت انت بتحاول تشوف عمرك ما بتحسبها يا باشمهندس ان 48 جيجا بورت يعني انت عندك 48 جيجا ترافيك. لا، هو كل بورت 1 جيجا، لكن انت الترافيك الاكشوال بتبدا تمونيتور على الترافيك دوت، تقول مثلا ان انا الترافيك بتاعي كله 300 ميجا فانا هابلينك ساعتها ب 1 جيجا. لا، انا الترافيك بتاعي بدل 300 دوت هيبقى 2 جيجا فانا هيبقى الابلينك بتاعي 10 جيجا. لا 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 لا، ده انا الترافيك بتاعي هيبقى 4 جيجا فانا وهكذا. ان انت تبدا تشوف زي ما احنا قلنا انت بتكفر السيرفيسز اللي انت محتاجها. هل انت محتاج داتا فويس فيديو؟ وتشوف السكيورتي فيتشرز اللي انت عايزها. الديستريبيوشن لاير، الديستريبيوشن لاير ديت بتبروفايد انتر كونكشن بتوين ذا كامبس نتورك اكسس اند كور لاير. هي بتبدا تعمل انتر كونكشن، بتبدا تربط الاكسس لاير اللي هي موجوده تحت ب الكور لاير. اول ميزه ليها او اول حاجه بتبدا تعملها ان هي يكون فيها اجريجيشن مالتيبل اكسس سويتشز. يعني هي مش معقوله موجوده عشان في 2 اكسس فانا هوصلهم للكور، يبقى هو كده ما كانش فيه لازمه اصلا للديستريبيوشن لاير. الهاي لاير 3 راوتينج ثروبوت فور باكيت هاندلنج، securing and policy based connectivity functionality, quality of service feature, scalable and redundant high speed link to the core and the access layer.
تعالى نشوف بسرعة، تعالى نشيل الشخبطة دي يا عم. احنا كنا بنقول ان انت عندك كور، الكور دوت واصل بديستريبيوشن لاير، والديستريبيوشن لاير ديت واصلة بأكسس لاير. طبعا زي ما احنا قلنا في الاول خالص ان الكلام دوت لو انت محتاج تعمل ده، يعني انت مش هتعمل ده كله عشان انت عندك تو اكسس لاير، انت على الاقل عندك اكتر من اتنين هتبدأ تجمعهم على الديستريبيوشن لاير. احنا بنتكلم في هنا دي اللي هي الديستريبيوشن لاير. لازم تبدأ تدرس الابلينك بتاعك للكور والداون لينك للاكسس، تبدأ تشوف الاكسس الترافيك اللي جاي من هنا. فزي ما احنا بنقول برضو ممكن اخلي ديت 1 جيج وانا بجمع من 1 جيج من ناس كتير قوي واطلع من هنا ب 10 جيج انترفيس، او ممكن تكون بتابلينك باكتر من 10 جيج، او بتداون لينك باكتر من 1 جيج، او بتابلينك ب 10 جيج وبتداون لينك ب 1 جيج وهكذا. طيب المفروض تاني ان يكون بيسبورت راوتينج، لان زي ما احنا قلنا ان الاكسس لاير دوت شغال لاير 2 بيز بس بيجمع فيلانز، لكن افرض هنا في فيلان 2 وهنا في فيلان 3 عشان يكلموا بعض، مش معقول هيطلع لحد الكور وينزل تاني. انت امتى هتروح لحد الكور؟ الكور دوت لو انت عايز تخرج من سايت، لو احنا بنقول ان دوت سايت موجود في كايرو وانت عايز تروح في سايت تاني في اليكس مثلا، او تروح في سايت تاني في بلد تانية مثلا في السعودية، في الكويت، في اي حتة، في اللحظة دي هتبدأ تروح للكور لير. لكن لو الترافيك بتاعك وزن السايت، المفروض ان الديستريبيوشن لاست الديستريبيوشن لير ديت تهندل الترافيك دوت، او لو احنا عندنا اكتر من ديستريبيوشن لير وده اللي هنشوفه قدام، ممكن اطلع ساعتها للكور لير. فالمفروض ان انا يكون عندي راوتينج هنا، وعندي حاجة تانية اسمها بوليسي بيزد راوتينج. بوليسي بيز راوتينج ديت يعني ان انت يكون الراوتينج الطبيعي ماشي في حتة، يعني المفروض ان الترافيك اللي يجي من لو احنا قلنا سويتش اي يروح سويتش بي، كان الترافيك يمشي كده. بس انت تيجي تحط رول بتقول في حالة معينة انا عايز الترافيك اللي يجي من هنا يوصل لسويتش اي وبقية الحاجات تمشي طبيعي، دي اسمها بوليسي بيز راوتينج. انا بعمل بوليسي بقول فيها سكيب الراوتينج بروتوكول، سكيب الراوتينج تيبل بتاعك، ومشي الترافيك دوت لحاجه معينه كانت عندك في النتورك تقدر توصل لديستنيشن معين. احنا قلنا سكيورنج بوليسي بيز راوتينج فانكشناليتي كواليتي اوف سيرفيس وسكيلابل ريدندنت سوليوشن redundant high speed links to core. redundant high speed يعني ما ينفعش نقول بعد كل دوت موصلين كابل واحد زي كده فالكابل دوت يقع، احنا طبعا موصلين دول ببعض، فالكابل دوت لو وقع فانا هقدر اوصل له من الباس التاني. لو انا طبيعي هنبدأ نشوف ان في الغالب هيبقى عندي اتنين كور، فانا بقى واصل بالكور دوت وواصل بالكور دوت، فلو ده وقع فانا اقدر اطلع على السويتش التاني. هو طبعا بيأجريجيت مالتيبل اكسس لاير، فانا مش حاطينه عشان يأجريجيت اتنين. طب افرض انا عندي اتنين اكسس لاير، في الحالة ديت مش هيبقى فيه، في الحالة ديت لو انا عندي اتنين اكسس لاير فملهاش لازمة خالص ان انا يكون عندي كور لاير، ساعتها هيبقى عندي سويتشين
ده هيبقى distribution plus core، وده هيبقى الاكسس بتاعي. طبعا هما مش سويتشين، يعني لو هما هيبقوا اكتر من سويتشين، لو احنا بنتكلم حتى ايفن في 3 سويتشات في 4 فهي كده تبقى كفايه قوي. امتى بنزود؟ لو انا محتاج ان انا يكون عندي ترافيك كتير قوي. quality of service علشان لو حصل احنا طولنا في الحلقه ديت، علشان لو انا في الاكسس لاير، احنا هنا ديستريبيوشن لاير بتاعتنا حصل ان في لينك فيلير، فانا هطلع على اللينك تانية للكور دوت الكور سويتش بتاعي. فلو اللينك ديت وقعت وانا همشي الترافيك هنا، ودوت مجمع من سويتشات كتير وده مجمع من سويتشات كتير، فهنا ممكن يكون الانترفيس دوت ما يستحملش كل الترافيك دوت. فلازم يكون عندي حاجه اسمها كواليتي اوف سيرفيس، اقول مثلا ان اهم حاجه الفويس، وبعد كده يكون بعد كده الفيديو، بعد كده الداتا. او مش شرط الكواليتي اوف سيرفيس يا جماعه تكون محطوطه علشان ابدا اقول ان الترافيك دوت هيضرب. هو في الحاله ديت بيقول معناها ان انت عدي الترافيك فويس كله وبعد كده الفيديو، ولو هتحصل تضرب تضرب في الداتا، وبعد كده تبقى تضرب في الفيديو، وبعد كده تضرب في الفويس مثلا. مش شرط الكلام دوت، انا ممكن اعمل كواليتي اوف سيرفيس علشان ان الفويس محتاج ان يكون ان هو ديلي سنسيتيف، فبيتاثر بالديلي جامد. فلازم وانا بهندل الترافيك بتاعه ان انا اعمل له حاجه في كواليتي سيرفيس اسمها لو ليتنسي كيو، ان انا اخليه اقل ديلي ممكن. الكور لاير، الكور لاير هت بروفايد كونكتيفيتي بتوين اول ديستريبيوشن لاير ديفايسز. الكور سام تايم ريفير تو باك بون، في الغالب بنسميه الكور لاير دو الباك بون، الباك بون سويتشز. طبعا مهم جدا ان هو يكون فيري هاي لاير 3 راوتينج ثروبوت، يعني ما ينفعش يكون السويتش بتاعي دوت الكور ترافيك جه فهو ما يقدرش يستحمل. زي ما احنا هضرب لكم مثال بسيط قوي، ان يكون في البي سي اللي انت شغال عليه البروسيسور بتاعه مش مستحمل كل البرامج اللي انت مشغلها دوت، فكل شويه هنج. ليه؟ لان هو البروسيسور بتاعه كان بروسيسور صغير. فنفس الحكايه دوت، هو ليه ثروبوت للراوتينج لاير 3 راوتينج، فما ينفعش ان هو مش قادر يهندل الثروبوت دوت، او ان هو very high layer 3 routing throughput، المفروض بقى traffic throughput مش routing throughput، ان هو مش قادر يستحمل كل الترافيك دوت، فهيبدا يضرب الترافيك علشان هو سويتش صغير. تاني حاجه بنقول عليها ان non costly or unnecessary packet المفروض تجي ليه، المفروض ان هو بيسبورت ان اي ترافيك هو مش عايزه يبدا يعمل له فلترنج، باكيت فلترنج او اكسس ليست. اي انسيسري باكيت او نو كوست باكيت ديسكارد، يا عم ديسكارد، اي ترافيك هو مش عايزه الكور سويتش دوت هيعمل هنا حاجه اسمها اكسس ليست، برضو دردشنا معاها شويه في السي سي ان اي، وهيبدا يوقع الترافيك دوت. لان زي ما احنا بنقول ان السويتش دوت سويتش كبير عندنا، هو اهم سويتش عندنا، فانا مش عايز اعدي عليه اي حاجه ملهاش لازمه. لازم يكون redundant and resilient for high availability، لازم الكور سويتش دوت يكون redundant بما فيه الكفايه. احنا كنا بنقول ان هو redundant for redundant power supply، redundant فهو redundant في الروت بروسيسور،
الروت بروسيسور دوت اللي هو ده مش موجود في السويتشات الصغيره، ده الروت بروسيسور دوت اللي هو بيبقى زي ما بيقولوا له العقل بتاع السويتش، هو الكارت هو اللي بيهندل بقى كل الراوتنج وكل الحاجات ديت. فبيبقى على الاقل فيه 2 روت بروسيسور، واحد اكتف واحد ستاند باي. باور سبلاي دوت اللي هو فيه 2 باور سبلاي ريدندنت، في ان هو فيه مالتيبل كونكشن. مع الديستريبيوشن لاير ريدندنت ان هو بيحقق حاجه اسمها ايه الهاي افيلابيليتي. ودي هنتكلم معاها قدام، ان احنا لو عندنا سويتشين هنا كور بناخد اي بي فيرتشوال اي بي، الترافيك بيجيله لو ده كان الاكتيف بيروح لسويتش A، لو كان B الاكتيف بيروح لسويتش B. فلما A دوت بيقع تماما الترافيك بيحصل له ريدايركت لسويتش B من غير ما يحصل افكت للترافيك خالص. المفروض ان هو بيكون بيسبورت ده كله، بيسبورت كواليتي اوف سيرفيس طبعا، لان هو هيبدا يتعامل مع الناس بره. الهيراركي ديزاين هيبدا يجمع تجميعة تانية، فهيبدأ يقول ان الديستريبيوشن بلس الاكسس ده بلوك واحد، البلوك ده اخره 2000 يوزر. لو انت عديت نمبر اوف 2000 يوزر دول، لازم في الحالة دي تعمل بلوك تاني. ديت الحالة ان انت مسموح لك ساعتها ان انت تيجي اند يوزر يوصل للكور. هتبقى عاملة ازاي؟ هيبقى عندك اكسس كتير جدا متجمع على ديستريبيوشن، وهيبقى ده بلوك وفي بلوك تاني، في 2 ديستريبيوشن واكسس كتير قوي، وفي بلوك تالت في 2 ديستريبيوشن واكسس كتير قوي، وفي 2 سويتشز هنا دول اللي اسمهم الكور، وهتبدا توصل كله بالكور بالكور اللي عندك. كل السويتشات هتوصل بالكور كل ديستريبيوشن هيوصل بالكور، دول الكور راوتر، وبعد كده هيوصلوا بالاكسس لاير. السويتش دوت هيبقى جروب من سويتشز، هيبقى احنا قلنا ان احنا مش هنستخدمه اقل من 2000 نتورك، وهيبقى الكور دوت اللي هو الباك بون. السويتش المفروض يكون في حاجتين، ان هو تو امبلمنتد باور سبلاي، الديستريبيوشن على الاقل يكون في 2 باور سبلاي، نص كومبوننت بتكون ريدندنت بير، تو ديستريبيوشن سويتشز كان يوز وان اوف سيفرال ريدندنس جيت واي بروتوكول تو بروفايد اكتف اي بي جيت واي، بيست براكتس لو فري سويتش بلوك توبولوجي. يعني ايه الكلام دوت؟ في الرسمه ديت، الرسمه ديت تقعد معانا دقيقتين ثلاثه كمان. بيقول لك على الاقل يكون في 2 بير، فالاكسس بيبقى واصل بالديستريبيوشن اي وواصل بالديستريبيوشن بي، على اساس ان هو لو ده وقع يقدر يروح لبي. المفروض يكون برضو ريدندنت، فده المفروض يكون ريدندنت باور سبلاي. بيقول لك كمان 2 ديستريبيوشن سويتشز كان يوز وان سيفرال ريدندنت جيت واي بروتوكول. ريدندنت جيت واي بروتوكول ان اللي احنا كنا بنقول عليها هاي افيلابيليتي، ان هو ممكن يبقى فيه اي بي هنا اهوت، ده هيبقى الهاي افيلابيليتي اللي كنا بنتكلم فيه مثلا موجود برضو في الكور، ده مهم جدا. فدوت بيبقى هنا اكتف في حته وستاند باي في السويتش التاني، على اساس لو السويتش اي دوت دامج تماما فالترافيك بيجي دايركت هنا. تعال نشوف سويتشين واصلين هنا اهوت، ده بيبقى اي بي فيرتشوال، وده هيبقى الجيت واي بتاع كل الاكسس. الاي بي فيرتشوال دوت ليه اكتف في سويتش والستاند باي في سويتش، لو الاكتف وقع هيروح للستاند باي على طول. البيست براكتس ان هو يكون فيه لو فري
topology. best practice ان انت لو عندك ده سويتش، طبعا احنا ده كل ده مش بي سي، ده البي سيز هنا، كل الرسمه ديت فيها سويتشات، ان انت توصل ده تبقى فيلان 1 او فيلان 2. السويتش دوت مفيش اي داعي ان هو يستخدم فيلان 2 تاني، فالمفروض ان هو يستخدم فيلان جديده اسمها فيلان 3 مثلا، ويبدا يتوصل بالديستريبيوشن عشان ما ندخلش في مشكله ان السويتش دوت بيعمل سبانينج 3 مع دول، بيعمل سبانينج 3 مع دول، ودوت لو هيستخدم فيلان 4. طب هتقولي ما اصل هو 4 عايز يكلم 2، ايه المشكله؟ ما هي الديستريبيوشن لاير ديت فيها راوتنج فانكشناليتي، بس مش المفروض ان انت تقعد تاكستند لاير 2 كتير جدا. عشان كده بيقول لك ان هو لو انت بتعمل ديزاين صح، حاول تعمل لوب فري على قد ما تقدر، ما تدخلهمش كلهم في نفس الفيلان، حاول تفصل ما بين 2 و 3 و 4 في فيلان، ودول هيتقسموا هتبقى دي مثلا 5 6 7 8 9 10 وهكذا. لو 4 عايز يكلم 5 ايه المشكله؟ ما هو الديستريبيوشن لاير ديت بالسبورت الراوتينج. اخر حاجه الكور. الكور هي بتكونكت 2 اور مور سويتش بلوك. على الاقل هستخدم كور امتى؟ لو انا عندي 2 بلوك على الاقل او اكتر، وفي الغالب هيبقى اكتر لو هو 2 بلوك، كنا ممكن نحاول نوصلهم ببعض. لازم يكون الترافيك طبعا ان النتورك تقدر تستحمل الترافيك ده كله، فهي مور ترافيك زان اني اذر سويتش بلوك. يعني السويتشين دول اللي احنا بنسميهم الكور سويتشز، دول اعلى سويتشين يقدروا يستحملوا ترافيك في السويتشات اللي تحت كلها، لان هو الترافيك ممكن يجيله في اي لحظه، يقدر يستخدم الترافيك دوت كله. بنبرفير جدا ان لو كانت الديستريبيوشن لاير بالسبورت لاير 3 والكور بالسبورت لاير 3، ان الجزء ده ان الكابل اللي واصل ما بين ده ودوت تكون لاير 3 كونكتيفيتي. ليه بنقول كده؟ علشان ما يحصلش لوب، ما يبداش نكستند الترافيك اللي هو طالع من الاكسس رايح للديستريبيوشن، رايح للكور، نازل هنا تاني، عشان هي الدنيا بقت الوان كتير، فيها حاجات كتير. لو احنا قلنا ان في ترافيك طالع كده، لو حصل لوب مثلا هنا، حصل اي غلط، فالبلوك دوت بقى دامجد خالص او بقى ايزوليتد زي ما بيقولوا. لو ديت لير 3 كونكتيفيتي فدي ما بتعديش البرودكاست. فاكرين زمان في سي سي ان ايه بنقول ان الفيلان ديت 1 برودكاست دومين، فهو هنا دومين واحد. لو لير 3 كونكتيفيتي كانت عمرها ما بتوصل للراوتر، فبالتالي بقيه النتورك دي كلها ما بيبداش يحصل لها مشاكل. اما لو ديت لير 2 فممكن دوت يوصل للكور، ولو كور حصل فيه لوف فممكن يبدا يوصل للناس اللي موجوده تحته كلها. عشان كده من بريفير ان الكونكشن بتوين الديستريبيوشن لاير والكور لاير تكون لاير 3 كونكتيفيتي. وفي نفس الوقت بيقول لك ده مش معناه ان انت ما تستخدمش لاير 2، لا هي ينفع، ولكن زي ما احنا بنقول، احنا بنقول ان ده احسن حاجه، مش بنقول ان غير كده ما يشتغلش، عشان بتقابل الحكايه دي في حياتك كتير جدا، في حياتك العمليه. هي تكنيكال تنفع كل حاجة، ولكن هي هتشتغل معاك دلوقتي، وده ديزاين غلط ممكن يحصل عندك مشكلة قدام. لازم تكون في redundant links between البلوك اللي هو احنا قلنا سويتش بلوك ده اللي هو distribution والاكسس والكور سويتشز. سؤال اخير نختم بيه، هو لازم يعني يكون عندي كور لاير؟ لا مش لازم، مش لازم خالص. الكلام دوت لو انت زي ما احنا قلنا عندك اكتر من 2000 يوزر، فهتعمل بلوك
تاني. لكن لو انت عندك بلوك واحد هتعمل كل دول دي، يعني معقولة هيكون في السوليوشن اللي عندك دوت كان عندك سويتشات وعندك بلوك واحد زي ده وهتطلع لكور، يعني هتوصل ديستريبيوشن لكور بس؟ لا، في الحالة دي بيسموها كولابس كور. بلوك is one in which the hierarchy core is collapsed into the distribution layer. ال collapsed core block دوت عبارة عن ايه؟ عبارة ان هيكون في الهيراركي هيكون ال core layer collapsed into distribution layer. ال core layer بتاعتك هتبقى موجودة جوه ال distribution layer. هتجيب بقى سويتشات لاني لكل type of traffic من فين. لو جيت تخش على سيسكو تقول ان انت عايز تشتري برودكتس، تيجي تقول له سوري برودكت، تيجي تقول له انا عايز اشتري سويتشز، هتلاقيه هو بيقول لك ان انت عندك اكسس وعندك كور وديستريبيوشن لاير وكونتاكت اكسس وفي داتا سنتر سيرفيس بروفايدر. دي عموما اللي هو عايز يبيع لك اي حاجه، ديت الحاجات اللي هو بيقدمها. اللان ديت هيبقى فيها سويتشات كتير قوي، هتبدا من 2960 سيريز، وهتلاقي في كل حاجه الداتا شيت بتاعتها، هتلاقي ان هي سكيلابل فيكسد هاي ريزيلينس وجرو، واللي احنا كنا بنقوله ده كله موجود بيسبورت. هو ليه في كذا سيريز من دول؟ عشان احنا زي ما احنا قلنا في دول باور سبلاي وفي سنجل باور سبلاي. طب انا هجيب سنجل ولا دول باور سبلاي على حسب الترافيك اللي عندك؟ انت عندك اصلا ما عندكش دول باور سبلاي، عندك سبلاي واحد، هتجيب دول تعمل ايه؟ لا انا عندي دول باور سبلاي، لا خلاص ممكن اجيب دول باور سبلاي، ممكن اعتمد ان انا عندي سويتشين واحد اكتف واحد ساند باي فمالهاش لازمه. دي كلها كوست انت بتبدا تاخد بالك في الديزاين. طب الترافيك بتاعك هيعلى، الترافيك اللي هتشيله قد ايه، فهل هتستحمله ده بقى مثلا اخره قد ايه؟ هتبدا تشوف الداتا شيت، تفتح الداتا شيت بتاعته، هيبدا يقول لك ان كل سويتش بيبقى فيه لان قد ايه، هيديك باور اوفر ايثرنت، النوعين دول مثلا هيديك باور اوفر ايثرنت، وده الباور اللي بيقدر يديه دوت، لا مفهوش دوت فيه ابلينك اس في تقدر تطلع 10 جيج، لا دوت مفهوش. تبدا تشوف الترافيك اللي انت عايزه ده 2960، ممكن في الاكسس تاخد 3650 او 3850، او احنا فتحنا شكور الديستريبيوشن والكور. هتبدا بقى تشوف السيز النكسس 6800 6500 مثلا كنت بكلمكم عليه، هتلاقيه موجود هنا 6500، وهتلاقي فيه داتا شيت بيبدا بيشرح لك الدنيا فيها ايه. ادي شكل 6500، ال 6513 6509 او اللي فيه 4 بورت 4 موديول، كل موديول 48. ده الروت بروسيسور اللي انا كنت بقول لكم عليه ان هو فيه 2 روت بروسيسور اللي هو ده الدماغ بتاعه دوت. كارت كله 10 جيج، ففي ده فيه 4 10 جيج، في كارت تاني فيه 8 10 جيج. ده الكور اللي عندك. تاني هيبقى برضو فيه داتا شيت تقدر تشوف منه، وهتلاقي فيه استخداماته في الريزيلينسي والسكيورتي، و عشان تقدر تشوف انت ليه تستخدم دوت، وهتفتح المودلز اللي موجوده وتفتح الداتا شيت علشان تقدر تشرح. انا اسف ان انا طولت عليكم، اتمنى ان يكون ما فيش كويتشنز. بسجل لو حد عنده كويتشن يقول موافقه الدرس مفهوم. اشكركم جزيلا، شكرا بكل لغات العالم، واتمنى تكون الحلقه عجبتكم. ما تنسوش ان انتوا هتلاقوا الرابط بتاع، هتلاقوا الفيديو الباوربوينت ديت اللي احنا كتبنا فيها ديت موجوده في رابط تحت الفيديو، خش وحملها علشان ما تتعبش نفسك. انت بس ممكن ترسم في الكشكول بتاعتك الرسومات او الشخبطه اللي احنا كنا بنشخبطها ديت عشان تبقى تفتكر الكلام دوت مره ثانيه. هتلاقي هستنى منكم ردود الحلقه عجبتكم ولا لا، لو في مشكله في حاجه في الحلقه
عايزين نبدأ نشوف ان شاء الله المرة الجاية هناخد تشابتر 2. احنا الحمد لله خلصنا تشابتر 1. ما تنساش تسبسكرايب في الشانل بتاعتنا واعمل شير للحلقة عشان توصل لأكبر قدر من اصحابك ليهم. لايك لو كانت العجبة الحلقة لايك لو الحلقة عجبتك وقول لاصحابك عليها خليهم يتابعوا معنا كورس سويتشنج. جزاكم الله خيرا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.